الموجز الاقتصادي من الرافدين، أهلا بكم. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة لأكثر من 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي. وأضافت الإدارة أن واشنطن استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 305 ألاف برميل يومياً، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل 173 ألف برميل يومياً. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت نحو 5,900,000 برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 141,000 برميل في اليوم عن الأسبوع الذي سبق. استقرت أسعار صرف الدولار يوم السبت في البورصة الرئيسية في بغداد مع إغلاق البورصة في كردستان العراق. وسجلت بورصة الكفاح والحرثية المركزية في بغداد 148,600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي. واستقرت أسعار البيع والشراء أيضا في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149,000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 148,000 لكل 100 دولار. أما في أربيل فلم يكن هناك تداول للدولار لوجود عطلة رسمية أسبوعية فيها. قالت هيئة النزاهة في محافظة نينوى إنها حجزت على مئات العقارات التي تم استملاكها خارج الضوابط. أبلغ مصدر مطلع بأن الحجز تم على ما يقارب 800 عقار ضمن نينوى الجنوبية. وأضاف المصدر أن دائرة النزاهة تقوم بالتدقيق على هذه العقارات ضمن قضية التلاعب بالأراضي والتي تورط فيها عدد من الموظفين كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق. وبحسب وثيقة، فإن النزاهة وجهت دائرة تسجيل العقاري بوضع اليد على هذه الأراضي وتأشيرها في الطابو بعدم التصرف بها مع تزويد النزاهة بصورة قيود عنها. أعلنت وزارة الداخلية الحالية عن ضبط 16 شاحنة وبراد محملة بمواد غذائية مستوردة ومواد أخرى مهربة جمركياً. وذكرت الوزارة في بيان لها أن عملية الضبط تمت في إحدى المناطق النائية بناحية الرشدية شمالية بغداد، وشملت 16 شاحنة وبرادات محملة بالدجاج ممنوعة من الاستيراد تقدر بعشرات الأطنان. وكذلك ضبط الآلاف من الكرتونات من السكائر أو السجائر التي لا تحمل أوراق استيراد وصولية وتصاريح الجمركية ولا تحاسب ضريبياً. وأضاف البيان أنه جرى إلقاء القبض على 4 أجانب مخالفين لقانون الإقامة. يشار إلى أن الفساد في المنافذ الحدودية وعمليات التهريب تجري برعاية الميليشيات التي تسيطر على هذه المنافذ وتستفيد من مواردها لصالحها. حلت دبي في المركز الرابع عالمياً في قائمة أفضل 10 مدن ذكية بحسب تصنيف مجلة بيزنس تشيف الأمريكية المتخصصة في عالم الأعمال. وقالت المجلة الأمريكية إن دبي شهدت خطة مدتها 7 سنوات لتحويل جميع الخدمات الحكومية والاقتصادية إلى خدمات رقمية، مشيرة إلى أن المدن الذكية تستخدم تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز ممارسات التنمية الأكثر ذكاءً واستدامة كشبكات النقل وإمدادات المياه والتدفئة، إضافة إلى زيادة المساحات الخضراء الأكثر أماناً. وتفوقت دبي في التصنيف على مدن عالمية مثل لندن وهونغ كونغ وبوسطن وشيكاغو وبرشلونة. افتتح في ولاية بالكسير غربية تركيا مصنع جديد لإنتاج الجيلاتين والكولاجين الحلال الذي يستخدم في الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها. وتنتج تركيا نحو 15,000 طن من مادة الجيلاتين سنوياً، بينما يهدف المصنع الجديد خلال السنوات الثلاثة المقبلة تدريجياً إلى إنتاج 10,000 طن سنوياً، ليرتفع نصيب تركيا إلى نحو 25,000 طن من أصل 400,000 طن، هي مقدار الإنتاج العالمي سنوياً. ختام الموجز دائماً، أكون في رعاية الله.